والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس شرح منهاج محلي كتابة عارية. عارية هذا كي بري أوكبون فقير نكابون بري خبونا عاشي جيراني خورا دقو جا كرا خبدا ما أمس بي بري خبونا عاشي ويدقو كرا مفاي بري خبونا عاشي هذا هي عارية. وكو انا تقصد انا طارج مال نوح الصيني تلبيجيه زي نخش كي خفم خسته عيني كتاب العارية بتجديد الياء وقد تخفف عارية اسم لما يعار او تشتفت عاركة دقراء و بيش خد قدي وقام معار به اشتكو اعارة بيش ادبا وتتحقق عارية بمعير إفردة معير وغيره غير المعير مستعينة إفجاء إعارتك وشرط المعير إفرد إعارة صحة تبرعه قراء تبرع يعني بدوات دائم بفرد دائم يرى صحيبة فاربا بفربته كما لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة إعارة تبرعك يعني مرض تبرعتك بتسب إباحة المنفعة بحلال كرنا منفعتك شمال مرض منفعتك ببين عيني مالي ملجانك تسمي مرض يعني تشتكي أزولان تشتكي قدانا وي نجائز بما بدا خيرا او اعارتا چنابه تشتكي كو حلال بمرجع بكارب منفعات يجبو تشتيب بينا وعيني وي تلاك نبا مبتكا بدا خودي مثلا وكي تشي وملكه المنفعته وملكيتا معير معيري بك ملكش منفعات جيكيرا يعني بيجا جيكيرا فايدة لانت يعني ملكيتا معيري ملكيتا ويددا يعني ملكيتا وي معيري شي المنفعات ملكي المنفعات الكب ملكيتا ايه ديكي يعني منفعاتها جي فايدة بينك مثلا دمي داما دا بازارو كي مهكت خانيم دا بمينا كريم مريش تناصب مانا فيعيل مستأجر لا مستعير مستأجر مثلا تحيوانت إيجارك ليوية تتخصيك إيجارك ليا مهك تنجم تيتا ويجد بيجا بالتخصيب تيجارة كي بدنا نخوش كي ما يتبو بما خلصني أبيا مستأجر جبوكو كرا إيجارة كي يا أوي كارا كارا عمانا تبدا كارا بدا بأخترات أرخ داراوي فنخوش كي بخصني لا مستعير مستعير شكي مالكي منفعين ايه نه نه یکی مثلا اعاره دایه با ته توش اجرابی مالی وی جبا خوب اعاره بده جی که دنی مستعیر نکاره بیعاره یکی گندیه مه و از غلام دگو تو چما وریسته خو داسا خو تشته خو حیوان خو نادی با یکی دگو کرد بی ادم فلان دارید بی بیوان داری یعنی مثلا دایه با ته توجی هیچش با خو دلوی توجی دیدی یکی دنه یعنی جامعه دیش کسی خلقت کی ظروف درس مدن ما خود لون به انشاءالله ای بیرامن دکو آیات گفت دکو ظرف زمان قبول نفس به تقدیر فعل خود که چونکی جزء کی زمان فعلیه معنا فعلی حدث و نسبت و زمان هب حدثی دا عمل دکه به تقديرات تشتكي بواسطة أبد زمان إذا جعمل إذا تقول زمان مبهم جي مبهم هذه
زمانی معین جی قبول نصب تقدیر آفیر بود که چه ما دویم حمله ویل چه زمانی من هم دیکن دی زمانیه تیدا دبی او مبهمه و معین ناح دو مکانی مبهم جی قبول نصب تقدیر آفیر بود که دو او چه ما دو امی جی حمل دیکن سر زمانی سر زمانی مبهم دی چه دا دی ابحام ایدا مکانی مبهم سر زمانی مبهم دی ابحام ایدا دو مکانیه تیدا حمل نایک اجل بز مكان معين قبول هناك شو ما هناك تقول دي حمله كيف زمان معين زمان مكان مبهم معين اي بيجا بو مش حلقه ثانيه وهذا شاف اي معين اي اي شاف بيجا مش حلقه ثانيه اي مبهم جي تقول ايش كنا بين مرتين بيس اذا انك تحمل لك باستعاره مستعيل سؤال فخير تقول ندرس أمان كده ما بيز أنا بما بيز استعارة مستعيرة ندرس ها استعارة مستعيرة ندرس معنى يعني كل زمان معين ومكان مبهم أو يقبل الناس بتقديرها في خدكم بأعراء من زمان مبهم شو كي تجي جمع رفاه إجا كل مكان مع مبهم جي معين جي أمحم بك لسه وراء بحيرا مشكلات حلقية سمية شكي قال بدنا تشكي متن ماني وشاني قولي دديا يقول دبي يكفي في المعير ان تكون المنفعة مباحة له ماني كافية المعير ده كل منفعة جرى حلال با يتل منفعة حلال با كرب ده يعني شكي اوجع عينينا ده منفعته المعير ويكفي في المعير معير يعني اوكي الدروسه ايكو ده مستعير ايكو قبول من مجير ايكو ايجاره ده مستجير ايكو ايجاري قبول ازولان مثلا يكي مرتب زرناخو زرناخو بدا بايكي بهره ليخه اعاره بيعاره بدا يكي بدا كده ما تشتري حلال ولا حرام اجي لو ما ذمو قران قلت انه من مبا ان تكون المنفعه مباحه له اما تشكي دنجي يعني مثلا تشتكي خاص بويه نابع ابيا اعاره بدايكي مباحه له قال اجي يرى حلال به يعني اجي مستعير را او منفعه حلال به طيب طيب. إيه دقيقة يعني. أنا بيجي أشيل أنا تشتري أنا ما قيدا بيجي. تشتكي كنا حلال بقولك وياه. ما شلات بيجي برا بيجي كتير بيجي برا يكي زنين بيجي برا يكا بيا كي وان سكرتك سكرتين ما سكرتلا كنت قلنا وانا حرام على اللون جا. سكرتلا قبضي بالي. أو سكرتل ما سكرتلي كغير المحرم وان الباور حرام وان. او ني عاريه قوي عاريه او اشاره بجي حرام يعني مثلا وانا بدوات بما خدمه بك اي شيء حرام نقك يا زلمه نانا تجاريه جاريه بدي بال يكي بيجي انا بجي شيء وشرط المستعير اخذ مما ذكر في المعير شرط المستعير صحه قبوله التبرع بدواتي كهرباء قبول بك. تبرع. لا تسر إعارة الصبي ولا استعارة. أزونا عفوا. معير. معير أبيك إعارة ده. أني. أجر أو كهرباء قبول بك. شو يعني؟ وشرط المستعير لنظم المعير سيدا. مستعير إعارة قبول بك. أخذ مما بكيه تشتك مد معيلي دا بحسكي في أن تشتك بقين كتيه في المعيلي صيحة قبولي التبرع تبرع قبولة بدواتي قبول يعني يعني بلي وانا مثلا فلا تصح إعارة الصبي ولا إشعارة شوكي الصبي نا إعارة داينا ويدرسة أو إعارة دا ونك إعارة قبول كنا وجد تمام يعني هر دو جيل كان بك يعني شكرا مالكي بيعرف ده نكرا مالكي بيعرف ماني شلتي قالي تبرعيني
يعني طبيعة. تمام. وله أي للمستعير، المستعير رهية أن يستنيب من يستوفي المنفعة له. تمام. بك النائب شخرا وكيل شخرا بك ديك دوسة خور من يستوفي المنفعة له إيكو استفاء منفعة الجرى بك ولا يكيك. مثلا كالي جيرانا بستينا يكيرا بجا ببارن ببباش. نعم. مثلا كان يركب الدابة المستعارة أو حيوانك يعارك يا تخصيك يعارك يا لسوارك يكيله يكيله في حاجتي بيحتاج يقبل للشركة. يعني مثلا أزولان تخصية جيكي في الصيني وتشاط بيجع على سيارتي ونشن دعوتي. لا لا وش أنا؟ شو ما؟ مثلا التخصية جيكي في الصيني. إيه. اللي يمتلكه الشاب يقول لهم شوفير يا ويجي ديالهم اشتا التقصير ديالنا خوش ببا دكتور. ايه نعم يا دكتور. تمام. وشرط المستعاري مانا مستعار مستعير نعم مستعار ابتي عارك رب. مانا من المستعير ايديا مستعار ايديا ومعير ايديا. معير ايكوز داد مستعير إذ قبول بك مستعار أو تشتكي داي. إيه وش؟ شو؟ شرط ويتشي شرط المستعاري؟ كونه انتفعا به مع بقاء عين. تمام. شو سابق مرتي منفعتي ببينه وعيني يجي زرار نجيجي باقي بني. مثلا تمشي دعوتي لجاكيرا باري تقول قول لنا خد دمن ولا قاد كي تجل بدمن استهرنا دعوتي انا دعوت معاه دادا شن ماركت ماركت افلت كن يعني طبي انا بيعارن انا بيجارة وقتي والكلاسية موسيقى تبيراتين قول لنا بديوار وقت داد لقان دن قول لنا فقيا قول لنا يخو بري قول لنا يوان خشك بون ايجاد تدي يكي قول لنا يخشك بيا كبا بشونا دعوتي تقول شكا از حياة شبتي قول لنا خب دمن والله يا نايف رمنات يا نايف. يعني. ولا سلام نتير دم زان قندرة ملفيسة قشيك بو. إيجا تبي لا السيدات قو حيرا فلان كاس قو برج قندرة قو حسد كي عندك ما يجرى على السجدة. ولا نايف نايف. هلو. وصابة مع بقاي عيني قد بي فلا يجيز إعارة الأطعمة دي. ماني. نانكي بيعارة ناو. نانكي بيعارة؟ بيعارة ناو. بيعارة ناو. ازولان شما لان منفعتها في استيلاء سيدي ما رويسي انك تري يخو بدا با من ببرب امانتي الباتبة يعني ببرب اعارة الباتبة نابت شما تشكي حيا عربنا بتري بقدر نانا منفعتك تجي ببين منفعت تبقى عيني ودا ديلاك عين ديلاك عيني ودا نابت نابت يعني وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة. مثلا ما قلتش منتفي عن به بقرة. ها مثلا يك معركة تقول لك بيبرا في معري الباطبة برا إعارة بالباطبة. إعارة بـ فإذا معرتنا زرارة ويا نوبة. وتجوز إعارة جارية جارية إعارة بدها لخدمة امرأة بخدمة جيكا بيلاك كرد به. أي بيلاك وبيلاك دي عارضة زريتنا من أو ذكر المحرم من الجارية يبدأ محرم بس بجارية ولا برايوية طاضي ويا ويا تشكيوية بيك أخذ ربي جاي على خدمة بضي كأنت بس زريت ويا على خدمة بريغ كي ويا خد أمس بريتا ويد وكي دولة جلال زي منيرا دولة زريتا ماني. ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها ولا للخدمة ولا لخدمة ذكر غير محرم لخدمة. أصلا أبي أبو تخصصا بيجا ماني. نجا إذا إعارة جنك جارية يعني جارية بيجن شبي إعارة إحراته ليه إعارة جنك جارية للاستمتاع بها جنك في الاشتياق لنار ماني. ولا لخدمة ذكر غير محرم على خدمة سلام كي بقى كنا محرم بقى اجمع ايه قاتل ايجا قاتل فردا ما يزولان
كو إعارة ندرس به إيجارة جي ندرس ها إعارة شو ندرس ها أو خدمة طبيعة وش نصا حرام شوكي جهاب رمنا الله حرام انت عرم باغ تقول هودني شعبتك آيجا آيجا هات أسأل مسألاتا هات أسأل مسألاتا كنت أقو مسأل سكرتيري خود دقرن بيركن تمام ماني اللي خوف الفتنة تيج بترسى في سيتيه ماني إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى يعني ديك أبتو تشتهى يعني تشتهى 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 ما يعني أو تشتهى بيذا تشتهى يعني ماني ماني ناعك مرض زوقي جيل ماني أو قبيحة يعني تبرد شتينة فتجوز في الأصلح في الروضة تبرد وتك برد شتين ما تتبعها يعني وإما تم من نفي الجواز الفساد يعني إعارة فساد وقالت في وصيتي في الخدمة في الساعة مع الحرب عفوا يا سلام والمفهوم من نفي الجواز قلنا جائزة معنوية أو يعني فاسدة يعني عدم جواز معنوي فساد تمام فساد دمك يعني بطاله بطاله من وقال في الوصيه في الخدمه بالصحتي خدمتي ده صحيحه اما مع الحرمه حرام تمام ويكره اعاره عبد مسلم لكافر وقع ازلم وقع مر اضايك بدز وهربت از مشجره دز مشجره جي ما حرامه طبيعه نفسه إذا جمل جامعة تبيرت لمي؟ جمل جامعة تبيرت ايه تقول أرضا غصبي سر أرضا غصبي للمجد بأن التوبة قبول توبة بك إيه توبة تقبول أزولم بدزمي بتوب أبا دزية دزميج بي دزمي أتنا الجي دزميج الجي حرام تجي او اي يعني تدرتي اما او تعاطي تقبول وربني انا او ايديا صحة ايديا وفساد ايديا شيء نوصا صحيحة ما حرام حرام بلي اذن قي جمع الجامعي جوي بيبا تشكي دشتا انا مايا ابيا بطشكي مازن اسيك دوزي جاب قديم بخين يا بقديم بخين لا هين يا بر كلمة كي مازن أنا بليد ب هتش بليد ب مالي مالي دام كي دام كي دام ويكره إعارة عبد مسلم لكافرين كراهة تنزيهين دار في الروضة صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام إعارة حرام ولكن مسلمان اكي تكي خزمانا كافر اكي بوتي اكي تكي خزمت شج بو اكي كافر حرام بوتي مكروه كرايا تنزيه ما باشا فيدي قطنا حرام والله خبره هنا حقه يا حرام حرام ولكن الاصح ما الجوازه لكن الاصح الجواز جائزة وعللت المهذب عدم الجواز او بأنه لا يجوز أن يخدمه عبد المسلم خدمة الكافر كندرس ندرس إيه بو جائز ها كمان أنت قبلنا كن إيه وعدم الجواز على يعني خشتره ولا ماله ولا صح اشتراط لازم لازم يعني هما بي لازم كريم بلد باري وليكم مثل ادو عرب كتبنن وما بلم نام ازولام اتمن لفيد رابسة انا مثلا دادي ما قو كوليكي مسلمان نكار خزمان دا كافر اكيب كيا مانا انسان اكو تشين اوروبا و لوي داري خزمان دا كافرات كلا وشاوا اه دا او يا اعارنن بدواننن او دجلتا او اجلتنا نصا شيء مثلا حدث في عرش تديها خزمتها يك يهودي كريه عشي كريه نفسها او ايديا انا ايجارة ايديا يا عرب يا بدوان تمام تمام تمام
ضرورية. طبيعي أكيد الدفاع دي شيء حلال ما كارم. يمكن مثلا ريكي مسلمان ريكي نم مسلمان يبقى بيجا كان عراقي دي عراقي اسم رب فوش كي جانس ولا خزمة طبا وعشاب كان خزمة طبا وعشاب كان شبان يوم كان مالين او تشاقي او ببا الشيخ سنعاني مالين زنا ولا صا اشتراط لفظين لفظ لشرط كعرتك اواعرني ويكفي لفظ احد امام عفي الاخر يكشي لفظ يكفي بدمن وإنك أجل تمام الدابة ويأخذ نا نا مبي أعيرني مبي بدأ من وأبي أجي نبكو بيجي أعاركو كها ما بدي فعلا فعلا ونشان بالي يأتي لفظ الحدي مع فعل الآخر تمام يقال فعلا إنك أدر بالي وكي شيء كما في إباحة الطعام شو هذا حلال كنا الطعام ده مثلا قرني بينا برتا نبي يا كريم قال يجيب شو قاني برتا علامة الشيء علامة تلك يعني فعل علامة اللفظية ومقابل الأصح ما ذكر المتولي أنه لا يشترط لفظ لفظ نشر حتى لو أعطى عاريا قميصا يجيب تعزية جلتنا عربية كي جلد كي دايكي فلبسه يعني بيكو يعرض دمة تويل الخلق بتمة تلي عرض تمام يعرض تمام دبا مالا وكان ديسا يعرض تمام دبا لو فرش لضيفي بصاتا فجلس عليه أهي يعرض تمام يعني اي ميغان ناطية جمو ميغان تجككي ويا تنمشتكي ويا قلتها كتنا داتنا بني ويا كرسي كي داتنا بني دي عرطة مالي فجلس بخلاف بسطه لمن يجلس عليه فليس يعرف رغج بو إنسان كي أبين سنروني كينا نبلنا وأبين نبلية مالي مثلا وكي وضع ميوانا حاضر بكين جمو ميوانا فقط ميدان كينا كي ولا نبل ليه أو ينابيا من لمن يجلي أنا ولا بد من تعيين المستعيل إكو أوجي فايدة لبينا كذا وبلي ما يرى نبل كي يرى نبل ولا ما يرى تحاضر بكيش بنا مسافرة شتي خوشي مشي بعطيني بري نورا راضخي أما أي كي بيليروني نبل اما يا ولد مثلا ميوان اتحاد تتجيرا درات تقول تشكو درات تجيرا يا مين في بلية واكية مين اسمه ولو قال اعرتك هو الحباري مثلا ولم كره بعرضات لتعليفه بعلفك نورا جلو تيم بدي ايم خط بدي يا وكا كلمة على شيخ كو صوفي بربود كو جا صابر داي جا داند داي جا وكيد داي مالي عندو كلمة على شيخ اتشيخون جا يجو كويس عينو صاب يا دقو ويكري وكا مازماز ايجا بريا مالا شيخ شي شقا كير برشيد بو دقو اما دزرية ديرك بري خدا مالا صوفي والله شكرا كي بعخل بيه ناخد او اللي تعيدني فرسك مني ازدم تجبوتو ويقيم بكي ياجي ازدم تجبوتو تجي حاس بي خبدي من شرط او اللي تعيدني فرسك شرط هبا فهو ايجارة فاسدة توجي بروش ده تلمس شمكي اللفظ ايرية فعل ايري لا لا ده برتا ام يا نابع يعارة ام يا بقى إيجارة يعني تجديد اجدت شيء لفظ يعارة اما او قاسلت قدنا بلده ده بقى إيجارة ده بقى إيجارة و إيجارة كا فاسدة إيجارة جي بلفظ يعارة فاسدة فاسدة و توجب أجرة المثل چيه
توجب أجرة المثل، يعني أجرة المثل مثلا حقيبي بدأ أجر حقيبي بدأ أجر حقيبي. آه. هذا كي أجرة المثل وان شبه قاشل في حقيقة. أي بعد القبض أي بدون مدة الإمساك. مديك الباء خو بيل. وقيل هو إعارة فاسدة إن كجبتة إعارة فاسدة. شمتي بلفظ يعاري ما معنى يعاري به؟ مالي. وهذا ناظر من اللفظ وفساد لذكر العوض. أكد به يعاري أذيب لفظ الدر لفظ لفظ يعاري أما فساد جبوتشي جبوك قال شلغلي عوض أخر. والأول ناظر إلى المعنى كان فساد لذك العوض، والأول ناظر إلى المعنى وفساد لجهالة المدة والعلف. مالي. والأول هو العلف. أبي أول كو ما جو أوكي دخوزة نفسها. أبي أول كو إجابة المسة دخوزة. ولو قال أعرتك لتعليفه أعول أبي نعم. أو لتعيني فرشك أبا أعول أعطيك حماري لتعليفه. ناظر إلى المعنى بل معنى 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 إجارينينة. معنى إجارينينة. كاري غرديك يجبوك تشبك يجبوك إيه مديك. ماني. يد أي عري. والأول ناظر إلى المعنى وفساد لجهالة المدة. أزولان. هو العيب. والأول ناظر إلى المعنى. يعني إذا أواجه فهمتكم أجرة المثل أجرة المثل والأعب بنا في شيء أبا يعني دبي أعبت ك حمالي تعليفه بعلفي يعني إيه ما يخبتك لما تكت إيه ما يخبتك دبلتها سهل أجاب بطالة ناظر إلى المعنى وفساد لذكر العوضي والأول يكتب عبدك لتعليفه بعلفته ناظر إلى المعنى وفساده فساده لجهالة المدة والعلف. ندي السلها تدي السلامة من يظهر هري هاتو جنبه لنا من تدي السلام. والأول ناظر إلى المعنى شي معنى والأول بلغبنا أذي أول ناظر إلى المعنى المعنى يدرك المعنى شي تبا أبتنى يعني ترى يعرى تنهي وكما ناظر المعنى يعرى نوي بس هو فساد لجهالة المدة او ايدي مني الو سيدنا شو العز سيدنا دنجي تفتشا لجهالة المدة نتاوي اشخال باطن منا والعز تشخائم بدي نبل وعلنا نصا ولو قال أعطتك هذه الدار شهرا من اليوم بعشرة دنانير دراهم أو تعيدا استوبك شهرا من اليوم فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة فاسدة وجاني بناء على أن الاعتبار باللفظ وبالمعنى يعني شيء ما في خاني ما هي إجارة داتا يعني إيه يعني أبي أبو خان جبوا إيه بيشين ما يفهم كرني آه. إيه كابج يعني. بني ولو قال أعطك هذه الدار من بدار داتا شارة ماكي من اليوم أجيله دم يعرض داتا بعشرة دراهم. تمام. بدادي لما يعني كو روجاوي سي قرش. تمام. آه. أو لتعيني ثوبك شارة أمضي خاني ماك بإجارة داتا تجي ماكي قد كتير خبدي مشخوخ تمام أوجي من اليوم جيودة تمام أبيع فهل قرش الغري كتك أما تبي عارة أما قرش الغري كتك تمام فهل إجارة فصحيحة إجارة صحيحة أو إعارة فاسدة إعارة فاسدة شمي أو كتك مرزعات كتك قرش الغري كتك إيه إيه وجاني بناء على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى كنت بيجي اعتبار باللفظية لفظية عالية تمام هي العرفة سدى
باعتبار المعنايه قديش كنا يا باعتبار المعنايه اجا او تدايا نفسها جاري ابننا يعني مع يعارن يعني بتطبيق اخو بوي هو لما هو ني يعاره اجاره اوكي من اجا بو عشان في تشكيك ولو قال اعدتك ولتعرفه يا عرض دمتك مش بود تقيم بديش قيمة خطر بديش كيسي خطة قيمة تبقى قضية الفساد وردت يا عرضك ولي تعليفه أن يكون العلف في الإعارة على المال إيم شديا تفهم كرنك بإيم سب مالك ومثله وكي في مسألة طعام الرقيق يعني كولاكي مسألة بيا عرب دي يكي خوارناوي عائلتي طامين وهو موافق لما في البيان عن الصميري يعني اوجي البيان دا الصميري نقلكي كمر بيا عرب كره بيا عرب دي يكي يرمى الدين يجب ديكي ومر عبد يقبض فري خورنا مانا وقال القاضي حسين أبو قاضي حسين ده خشة أي اللي عرف الدابة وسقيها وطعام بيدي وشرابه إيه راس أشوا وطعام العبد وشرابه يعني أنا يك تقسيق بعمانتي بدته أو إيش إيش طافجة يعني أو بنزين لويه نا أبي الجوري قابل الجوري صنيري بلي أما الجوري صنيري نيب قاضي حسين والله الجوري قاضي حسين نقولي قاضي حسين ما عمل الجوري قاضي حسين ما عمل الجوري يا ملي وأنا تردي بس أصابكم الله خير يا كسيري ويانا ويانا